مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء يتجدد مع برنامجكم اليومي تحت الطبع، الذي نتعرف فيه على أهم الأخبار والموضوعات الصادرة في الصحف المصرية صباح الغد. حلقة اليوم سنتعرف فيها على أهم أخبار جريدة الوفد، ويسعدنا أن يكون معنا للتعليق عليها الأستاذ ناصر فياض نائب رئيس تحرير الجريدة. أهلا بحضرتك. أستاذ ناصر، حقيقة هناك موضوعات مثيرة كثيرة تناولتها جريدة الوفد الصادرة صباح الغد، لكن احنا انتقينا منها بعض الأخبار وحنبتدي بيها اتباعا كده حسب الأهمية. هناخد بدايتنا تكون من صفحة 2، بدايتها في عنوان بيقول: شنت هجوما على زعيم تنظيم القاعدة، داعش تصف مرسي بالمرتد وتحرض على قتال الجيش المصري العدناني للظواهري، إما أن تستمر في العناد وتكابر عليه أو تعترف بخطئك وتصحح موقفك. الأول بس، هي داعش ليه وصفت رئيس سابق بالمرتد؟ لا، وهي تدخلت في الشأن المصري ليه أصلا؟ يعني هو ده سؤال. يعني الحقيقة هو الاختلاف اللي ظاهر في الفترة الأخيرة ده بيدل عن شيء واحد، إن هو هذه الجماعات والطائرات المتطرفة والمتشددة بدأت في الضعف والهزال يدب فيها، بدليل إن هي اختلفت فيما بينها. يعني هم كانوا بيأيدوا الرئيس المعزول محمد مرسي، ثم انقلبوا عليه بحجة ان هو ما بيطبقش الشريعة الإسلامية. طب انقلبوا عليه يبقوا ضده ويحاربوه ولا يسكتوا مثلا؟ لا، الرئيس المعزول كان أطلق متهيألي بعض من هذه الجماعات المتطرفة. يعني كنا هو طبعا ساعد، ممكن ان يكون معونتهم او السكوت عن افعالهم وان هو يغمض عينه ان هم يدخلوا او يمارسوا اشياء وكده، لكن في النهاية عدم تطبيق الشريعة. لا، انكشفت المسألة دلوقتي وكل واحد ظهر على حقيقته. هم لما بيهاجموه بيقولوا ان هو مرتد علشان ان هو ما طبقش الشريعة. طب هو الراجل قعد فترة ومحققش نجاح لشعبه، بصرف النظر عن حاجة تانية، هو ما عمل برنامج وما التزمش بيه، حتى الميت يوم الاولين ما فيش حاجة تمت فيها، فبالتالي حصل إرادة شعبية أخرى في 30 يونيو وخلاص، وبقى في وضع جديد. طب انتوا بتهاجموه، كانت الشطارة تهاجموه وهو موجود، وهو موجود وهو في قوته يعني. ولكن في النهاية نقدر نقول ان ده هذا الخلاف اللي موجود بين التيارات الإسلامية المتشددة في مصر والعالم العربي، ده دليل ضعف ودليل انقسام ودليل هزيمة أمام الحركات الشعبية في الوطن العربي، ليس في مصر فقط. عندنا في سوريا يعني داعش طبعا هي أوجدت أو خلقت لنفسها طرف ثالث في سوريا، يعني هي بتعمل ضد النظام وبتعمل ضد المعارضة، فبالتالي لها أهداف خاصة، لها أجندة خاصة، وعارفين كلنا مين بيمولها وكده يعني. فلما يجي أحد قيادات القاعدة ويتهم، بيقول للظواهري كمان، يعني هو انشق على مرسي واتهمه بالارتداد وانشق على الظواهري وبيقول له أنت بتستمر في العناد والمكابرة وكده، اعترف بهذه المكابرة أو صحح موقفك. فبالتالي جميع الأطراف، اسمح لي أقول، دخلت في خلافات ودخلت في معارك جانبية، وهذا يدل ان هم زعمهم السابق ان هم لهم هدف واحد، ده مش موجود. في اهداف، واضح ان في اهداف خاصة، بدل هم انقلبوا على بعض وحصل بينهم زي ما نقول في تجريح شخصي بينهم. حتى الشريعة الإسلامية لا تسمح بكده، ان انا اجرح في واحد مجرد ان انا مختلف عليه. ومين واحد يقدر يوصف واحد ان هو مرتد او مش مرتد يعني؟ فبالتالي ده بيدل ان كان في اجندات خاصة، اجندات في الحياة الدنيا وليس في الاخرة، كما يزعمون ان هم بيبصوا الاخرة وعايزين يطبقوا شرع. لا، ما هو النتيجة قدامنا شايفين اهو. ولكن برضو هم لما يكشفوا بعض ببعض، انا شايف ان ده شيء هيكشفهم على حقيقتهم امام العالم، مش في مصر بس، في العالم العربي والعالم كله. يعني الخلافات والاتهامات وتبادل الاتهامات بينهم وبين بعض، هم يعني كشفوا نفسهم، بيكشف حقيقتهم للعالم بشكل عام. طيب، عموما ننتقل لصفحة 3 وموضوع اخر: اسرار جديدة في تحقيقات امن الدولة مع افراد خلية بيت المقدس. 7 متهمين شاركوا في تفجيرات مديرية امن الدقهلية، منهم 3 اخفوا الانتحاري. الحقيقة بدأت تنكشف أسرار العمليات الإرهابية السابقة، هي وقعت من شو عدة أشهر يعني. وعايزين نعرف برضو من حضرتك فحوى هذا الخبر وما تضمنه. هو ده تقرير تبعته زميلتنا إيمان إبراهيم، نشرناه في صفحة 3 في مساحة كبيرة. هو التقرير بيقول إن في أسرار جديدة نشرينها بكرة بإذن الله في تحقيقات أمن الدولة مع خلية بيت المقدس. طبعا حادث مديرية أمن الدقهلية هز مصر كلها، وكان نفذ بطريقة بتنم عن أن في حرفية جامدة، وكان في رصد ومتابعة،
وهذا ما أكد الجديد بقى التحيات أكدت كده. كان في اختلافات في الأول وفي رؤى كتيرة جدا، وكانوا بيستدعوا الشهود وبيقولوا اللي شاف أو كده يجي عشان يساعد في تقوية الأدلة. ولكن أعتقد أن هذا حدث بالفعل، بدليل أن في حاجات معلومات بقت ممسوكة في الإيد، أن هم رصدوا في، تم طبعا تبين في 7 متهمين شاركوا في التفجيرات، منهم 3 كانت مهمتهم إخفاء الانتحاري اللي هو فجر نفسه. يعني شفت طبعا تجهيزه وإعداده، تجهيزه وإعداده وإخفائه حتى اللحظة الأخيرة اللي هي ساحة الصفر يعني. دي هذه واحدة. النقطة الثانية كان في هم هي حتى الأمن وقتها حتى هذه اللحظة بيقولوا عملية بمقياسهم إن هي تم تدبيرها بخطة ناجحة في التوقيت وفي الإعداد وفي اختيار الوقت وقوت التفجير وزاوية التفجير، أشياء كثيرة جدا ما فيش فيها غلطة يعني. فبالتالي ولكن الأمن عندنا يقظ، والتحقيقات والتحريات قوية جدا. في 3 تبين إن في طبيب أسنان يعني عرفنا وعرفنا هويته، راقب المبنى فترة طويلة وقال مين اللي جاي ومين اللي رايح، حتى الاجتماع اللي كان موجود في أحد الأدوار كان مرصود وعارفين الناحية دي فيها اجتماع وفيها مدير الأمن وقت التفجير يعني. كمان في أشخاص التقطوا صور للمبنى من جميع الزوايا ومن جميع أبعاده، خصوصا المربع اللي حدث فيه التفجير. فبالتالي ده وقتها احنا اتكلمنا في الصحف وقلنا ان كان ممكن يكون في تقصير أمني وليس خلل. كنت هقول لحضرتك ازاي صور مكان جهاز أمني زي ده يعني من عدة أماكن وعلى فترات، وأكيد مسألة المتابعة والمراقبة دي مستمرة من فترة طويلة يعني، تمام لم تنفذ فجأة. كمان في نقطة تانية إن كلمة 3 أخفوا الانتحاري، يعني معنى ذلك إن هو أيضا مطلوب، شخص مطلوب أمنيا يعني. تمام يخفوه ليه لو هو حد عادي يعني. هم عملوا التجهيزات والتحضيرات لعملية بالنسبة لهم ناجحة، ده بيدعونا ان احنا نسال ونسال لغايه دلوقتي كان فيه تقصير امني وليس خلل امني، عشان يبقى واضحين يعني. تقصير امني ان انا ارصد واصور وانفذ واخفي، وده كله تحت سمع وبصر. هي ما جاتش في يوم وليله، لا واضح ان كان الرصد لايام عديده. لسه الامن كان ساعتها بيستعيد قوته يعني، من بعد ثوره 30 يونيو كان لسه بدا الامن يستعيد، لان كانت بتهيألي في مهام كتيره ولا ايه اسباب ذلك؟ لا يعني هي مديت امن، انا راجل ده قهلاوي يعني، كان مكان دي منقوله في وسط الثمانينات من القرن الماضي في مكان جديد، وكان وقتها مكان جديد، ولكن بمرور الوقت وكثرة العمران صار هذا المكان في قلب المدينة في منطقة مزدحمة بالسكان. صعب الاشتباه في حد يعني. دي نقطة. النقطة الثانية، المسألة الثانية، ان انا مديرية الامن دي هي مركز قوة الشرطة، ده اسف يعني دي القلعة بتاعت الشرطة كلها، قلعة الاحتماء. فلما يجي الارهابي سواء في القاهرة او في الدقهلية او في مراكز الشرطة الكبيرة اللي هي التجمعات الكبيرة ويفجر، بيدي رسالة للشرطة او للمصريين، احنا نوصل لاي مكان، مدير الامن او وزير الداخلية، وزير الداخلية. ولكن الحمد لله نقدر نقول رغم ده كله انا شايف ان احنا يعني قاب قوسين من هم خلاص في يعني قبل الرامك الأخير، قبل يعني مش الأخير يعني قبيل الرامك الأخير، لأن هم الوضع العمليات الإرهابية في عشوائية فيها، ما عادتش بتتم بتخطيط وبإعداد، مش واخدين فرصة أو مش في إحكام أمني، في إحكام أمني وبعدين يعني الدوريات الأمنية دي نتج عنه إن هم يتجهوا إلى محافظات أخرى. أعتقد إن القاهرة بعد انتشار الدوريات الأمنية الجديدة آمنة، ما فيش أحداث حصلت فيها. وده هيرتبط بالموضوع اللي جاي برضو على إحكام الأمن اللي بنتكلم عليه، مؤتمر وزير الداخلية النهاردة. وزير الداخلية يكشف في مؤتمر صحفي تفاصيل ضبط تنظيم خلية أجناد الأرض، الخلايا اللي عمالة تولد دي. إبراهيم، المتهمون تلقوا تدريبات عسكرية خلال فترة حكم الإخوان وشاركوا في اعتصامي ربعة والنهضة. ده برضو بصدد نفس الموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه، ان بدأ الإحكام الأمني يظهر، بدأت التحقيقات تسفر عن نتائج. الشرطة بتعمل في صمت، فواضح ان في نتائج هي بتتضح على الارض. برضه عايز اعرف من حضرتك حكايه اجناد الارض، وخصوصا ان بيت المقدس واجناد الارض كده، كان سمعنا من فتره ان دي ما فيش جماعات بهذا الاسم تحديدا،
انما هي بعض بعض من الاخوان فروع منها فعايزين يعني يعني اعتقد ان وزير الداخليه على درايه كامله جدا ان ممكن ربما تكون دي كلها اسماء وهميه، اجناد الارض، بيت المقدس وغيرها من الاسماء مسميات، ولكن الحقيقه غير كده. طبعا دي اسرار امنيه ما نقدرش نعرفها، وهم لهم الحق ان هم يبيحوا ما يرونه لا يمس الامن العام ويعلنوا بعض المعلومات. يعني عندنا في معلومه اكيده قالها وزير الداخليه ان في عميدين، العميد طارق المرجاوي والعميد احمد زكي والمقدم احمد رجائي، دول عرفوا من قتلهم، ودي معلومه مهمه جدا وجديده. الناس هترتاح واهالي الشهداء طبعا اهلنا كلنا هنرتاح ان الشرطه بجهودها المتواصله نجحت ان هي تعثر على المجرمين اللي هم نفذوا العمليات دي. دي حاجه. الحاجه الثانيه التحريات بعد القبض عليهم قالوا ان هم تلقوا تدريبات عسكريه في عهد حكم الاخوان، وده شيء مهم جدا هيربطنا بما يحدث بما يجري في ليبيا حاليا وبمك على حدود مصر الجنوبيه من محاوله تدريبات ومحاوله اختراق الحقوق لاحداث فوضى في مصر. اعتقد ان على وزير الداخليه او على السلطات الامنيه ان هي من حق الناس تعرف ايه حكايه التدريبات وكانت فين وامتى ومين اللي بيشرف عليها، لان دي معلومه خطيره جدا. لما يبقى في تدريبات ارهابيه في عصر في وجود رئيس دوله منتخب المفروض ويحدث ذلك، ده شيء خطير جدا يعني. وبعدين هم كمان الغريبه كمان ان هم دول رصدهم متهيألي مشتركين في اعتصام رابعه. طب احنا ما قبضناش عليهم ليه؟ ما هو ده سؤال يعني. ما هو ده كان بعد يعني اعتصام رابعه والنهضه، ده كان بعد بقى عزل الرئيس. لا هو اعتقد ان هم اعترفوا بكده لان ده رابعه كان فيها الاف عشرات الالاف، فما فيش تحديد يعني ده يعني. لا هم اعترفوا بكده يعني، وده يبقى خيط لوزاره الداخليه واجهزه التحريات ان هي تربط بين الاعتصام وبين الاحداث اللي موجوده. واضح ان الاعتصام ده كان تجمع مركزي ونقطه انطلاق لما يجري الان حاليا في مصر. عموما هو واضح ان شاء الله ان في الايام القريبه العاجله هتنكشف امور اكثر غموضا في هذه القضايا وامثالها. طيب ننتقل لصفحه 2 نرجع لها. دفاع حسن عبد الرحمن يفجر مفاجآت في قضيه القرن، تقصي الحقائق اللي هي اللجنه اثبتت العثور على فوارغ طلقات اسرائيليه لا تستخدمها القوات المصريه. الإخوان اقتحموا مقرات أمن الدولة للتخلص من الأدلة ضدهم. برضو دي متهيألي اعترافات وتفجيرات جديدة. يعني الحقيقة إن كل الأخبار النهاردة كلها فيها أشياء جديدة، مفاجآت فعلاً. يعني لما نعرف إن دفاع حسن عبد الرحمن اعترف بفرم المستندات، دي معلومة جديدة. كلنا بنسأل اتفرمت ولا ما اتفرمتش، واتفرمت إزاي وإمتى وراحت فين، وهل كلها اتفرمت ولا اجزاء معينه. فلما يجي الدفاع ويعترف بكده ويذكر السبب، سبب الفرق ان هو عدم ان هي ما تقعش في ايد الاخوان، ده شيء برضو عشان محتاج. عشان كده كانت في وقت الثوره كان في مهاجمات لمقرات امن الدوله. بس هو فسر كده يعني. هو التفسيرات كثيره. هو وضع من وجهه نظر الدفاع قال ان احنا فرمناها علشان ما تقعش في ايد الاخوان. لكن ما يعني اكيد هي مستندات على بالظبط تتعلق بامن قومي اكيد. والنقطه الثانيه ان يعني نقدر نقول ان جهاز المخابرات اكتشف ان في ثوره 25 الاسبوعين اللي تموا فيها 17 يوم كان في مخابرات من جميع دول العالم. ودول دخلوا امتى وازاي وفين الشرطه؟ الامن المصري اكيد ما جوش بباراشوت بطياره، اللي هم دخلوا من الحدود. وهذا السؤال سبب اعتقد الكشف عنه سوف يجيب على ما يحدث الان في مصر. حتى هذه اللحظه هم راحوا فين بتوع المخابرات؟ سافروا ورجعوا، دخلوا ازاي وهم رجعوا تاني ولا لا، ولا لسه موجودين؟ اسئله كثيره. واذا كانوا موجودين في اتصال بينهم وبين الارهابيين ولا لا؟ اسئله كثيره جدا. ده مش هقدر اجيب عليها ولا سيادتك. ده احنا عايزين الامن يطمننا. هو في حاجات اسئله تفجرت بعد الدفاع حسن عبد الرحمن حقيقي، قنابل اتفجرت، الناس عايزه تعرف اجابه ليها، واللي هيجيب عليها هو وزير الداخليه اعتقد يعني. ويا ريت يبقى في مؤتمر صحفي قاري في هذا الشان يعني. ما احنا الحقيقه كل شويه بنشهد مؤتمر صحفي لوزاره الداخليه، ده معناه ده شيء كويس والعمليات. لا ده شيء كويس والناس بتتابعه على جانب موازي النهارده حضرتك في المواصلات كلها والناس كلها بتتكلم على مؤتمر وزاره الداخليه عشان يعرفوا راسهم من رجليهم، يعرفوا ان في قوه امنيه موجوده في الجيش والشرطه بتحميهم وبتدافع عنهم وما بتسكتش على الاحداث القصاص اللي موجود. اهالي الشهداء هيجي لهم حقهم.
بما يرضي ربنا سبحانه وتعالى بفضل رجال الامن وجهودهم وكده والتحريات، ونامل الاستمرار في كده باذن الله.